السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله. رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن طريقه تسريع محاكي البي اس بي بخطوات بسيطه جدا. كل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجوده بهذا الفيديو وان شاء الله ما راح تواجه اي مشكله. اول خطوه راح نسويها راح ندخل على لعبه جود اوف فور اللي هي لها الحرب. مثل ما جاي تشوفون شباب، شوف التقطيع الموجود باللعبه، يعني اللعبه كلش فيها تقطيع قوي، فاحنا نحاول بهاي الحلقه راح شويه نخفف من اللاج الموجود بيها وان شاء الله ما راح نواجه اي مشاكل. هسه مثل ما جاي تشوفون هسه حاليا هنا اكو لاج قوي، فاول خطوه راح نسويها راح نجي نضغط على هذا السهم، نتوجه على الاعدادات اللي خاصه بالمحاكي. مثل ما جاي تشوفون هنا عندك فولكان، هذا هنا عندك تلقائي، هنا مرات تلقاه على 2 اكس بي اس بي او 3، هنا كل ما تعلى هاي تقوى الدقه الخاصه بالمحاكي، بس لازم يعني جهاز قوي حتى تشتغل وياك اللعبه بسلاسه. هسه هاي بعدين اشرح لكم عليها. اول خطوه راح نسويها راح ننزل للاسفل، تروح على هذا الخيار مثل ما جاي تشوفون، هذا الخيار البدايه سكيب، تطي عليه صح، هنا راح يطلع لك بهذا الشكل، تطي على رجوع، هنا نعطي على اكمال. شوف شباب شوية اللعبة صارت سلسة، صح صار بها سواد بس اللعبة صارت سلسة مثل ما جاي يشوفون، يعني باع الفرق. هسه اذا ارجع على الاعدادات واروح انزل للاسفل، هذا صح اشيله وارجع، باع الفرق. شوف شباب شوف الفرق، شوف التقطيع. هاي خلصنا من يمها، نجي هسه اعطي على تحميل الحالة. مثل ما جاي تشوفون هسه حاليا دخلنا على الجيم بلاي، شوف التقطيع الموجود. هسه مثل ما جاي تشوفون التقطيع كلش قوي. اجي مره ثانيه اضغط على 3 نقاط واطي على الاعدادات، انزل للاسفل، اختار على هذا الخيار اللي بي سكيب، راح ندوس بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون. هسه اطلع اطي على اكمال، مثل ما جاي تشوفون اللعبه صارت عندي سلسه لحد الان وماكو اي مشاكل. مثل ما جاي تشوفون لحد الان اللعبه صارت سلسه وما واجهنا اي مشاكل. اذا هذا الخيار ما فات عندك شو تسوي؟ ايضا تجي تطلع على الاعدادات، تروح على الاعدادات، توجه على تنزل للاسفل، هنا ايش عندك؟ هذا تطيها صح حتى تروح، يعني شيل الصح من يمها. عندك هذا التلقاء اللي قلت لك بعدين راح اشرح عليها، هذا التلقاء اول ما تدخل عليه شو تسوي؟ تختار اذا جهازك قوي عادة تختار على الدقة مالتك، وإذا جهازك اللعبة تقطع بيه تختار على ثاني خيار، يعني ما تختار التلقائي، لا جو التلقائي الواحد اكس بي اس بي. تجي هنا تدوس عليه وتطيع على رجوع، تطيع على اكمال. مثل ما وضع امامكم اللعبة صارت خفيفة، هنا الدقة صح قلت بس اللعبة صارت سلسة ما واجهنا مشاكل. انا افضل يعني بين تخلى على اللي تروح على الاعدادات تتوجه تخلي صح على هذا الخيار مثل ما جاي تشوفون حتى ما نواجه اي مشاكل. صح اللعبة تصير بها سواد بس تصير سلسة ودقتها اعلى مثل ما جاي تشوفون حتى ما نواجه اي مشاكل. وتقدر تسرع المحاكي، تتوجه على الاعدادات، تنزل للاسفل، هنا تضغط على تخطي الاطارات، هنا راح تسرع لك، كل ما تختار رقم راح يسرع عندك المحاكي. مثلا اذا تختار 8 نطيع على رجوع، نطيع على اكمال، راح يصير يعني المحاكي راح يصير سريع مثل ما جاي تشوفون، حتى اللاعب راح يصير مشي سريع. بس انا ما انصحكم بهذا الخيار، حسب انت اذا تريد مثلا تخليه على رقم 2، انت تشوف ايوانك رقم 2 فعاد كمل على رقم 2 مثل ما جاي تشوفون، ايضا صارت سريعه اللعبه. فانت اذا راغب تخليها على رقم 2 فانا افضل ايضا خلي رقم 2، حلو اللعبه تصير سلسه. طبعا شباب مثل ما شفتوا على جهاز سامسونج اي 11 شويه يعني خففنا من اللاك، هسه راح نجرب على جهاز سامسونج اي 51 ونشوف وياكم محاكي البي اس بي نقدر نتخلص من اللاك او لا. هنا كمثال عندنا لعبه مورتال كومبات، ندخل على اللعبه ايضا كذلك نسوي نفس الخطوات، خل تبدي اللعبه. بالنسبه لجهاز اي 51 شويه هو سلس يعني اقوى من جهاز سامسونج اي 11، بس هم مرات نواجه مشاكل. هسه كمثال نروح للاعدادات، هنا مثل ما جاي يشوفون هنا موجودة في 2 مثل ما جاي يشوفون. كمثال هنا نعلي الدقة مالته، خلينا نخلي مثلا يعني في 4 بي اس بي مثل ما جاي يشوفون، راح تصير الدقة اتش دي، ايضا كذلك ما واجهنا اي مشاكل بالتقطيع. هنا لحد هسه يعني لان هذه اللعبة مال مورتال كومبات شوية سلسة.
هسه كمثال خلينا نعلي الدقة عليه، انت حسب الجهاز مالتك، كمثال خلينا نخليها 4K ولا راح تظل تقطع هنا. نعم مثل ما جاي تشوفون، خلي يبدي الجيم من جديد. هنا صار اكو تقطيع عندك. بالنسبة للنقطة اللي قلت لكم عليها اللي هي تضغط على الاعدادات على السكيب تطيها الصح، هذا على السكيب تطيها الصح، تطيها على رجوع، تطيها على اكمال، هنا ايضا الجهاز راح يصير سلس وما راح تواجهون اي مشاكل. طبعا من الموبايل الموبايل راح تختلف الفريمات والقوة حسب كل جهاز، اكو جهاز تشتغل بيه بدون ما هذه الخطوات، واكو جهاز لا لازم الا تسوي هذه الخطوات حتى يصير عندك سلس وما تواجه اي مشاكل. هسه راح اربط المحاكي على الجوستيك مثل ما جاي اشوفون حاليا الرباط. طبعا شباب مثل ما شفتوا قدرنا شوية نقلل من اللاج الموجود على محاكي البي اس بي، وايضا مثل ما جاي تشوفون جهازنا يعني اللي هو جهاز ضعيف اللي هو سامسونج اي 11 يعني مواصفاته ضعيفة، بس شوية قدرنا نلعب عليه محاكي البي اس بي وشوية قللنا من اللاج الموجود به. فلهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ارجو ان تنال اعجابكم، واذا واجهتوا اي مشاكل اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ارد عليكم. ولهنا وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسون دعمنا في القناة، حط لايك كومنت اشترك بالقناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد مع لويس. في امان الله وانتظرونا في حلقات قادمة.